السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعد الله اوقاتكم بكل خير. قبل ما نبدا صلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا. اليوم فطورنا في حي عروه بن الزبير، ولكن ما سبب التسميه؟ هذا الحي سمي بحي عروه لوجود قصور عروه بن الزبير في هذا الحي، زي ما انتم شايفين خلفنا قصور عروه بن الزبير. وطبعا عروه بن الزبير يعتبر من وجهاء وكرماء وفقهاء المدينه. جد ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ام اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها، وابوها الزبير بن العوام احد المبشرين بالجنه وحواري النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا هذا القصر يقع مباشره على ضفاف وادي العقيل. الافطار فصرتم ما شاء الله وجبه خلال افطار سفره رمضان في المدينه المنوره، ما شاء الله داخل الاحياء. صراحه تغطيتكم متميزه ودام متميزين، ونسال الله لكم التوفيق ويكتب لكم الاجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الله يحييكم في مجلس حي عروه الاول في الافطار الجماعي، وهذه بادره جميله ورائعه من قبل الجمعيه ومنصة إحسان المشرفة على هذا المشروع الجميل والرائع والذي في هذا الشهر المبارك. نسأل الله تعالى أن يحرم الجميع الأجر والثواب. الشكر لله أولا وأخيرا، ثم لدور جمعية مراكز الأحياء على هذه البادرة وعلى دعم منصة إحسان لهذا المشروع الجبار، ونسأل الله عز وجل أن لا يحرم الجميع الأجر والثواب. أحبكم بالله صالح بن راضي البلادي، رئيس مجلس حي عروة الأول، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. معنا العم علي ألفة، الله يعطيك ألف عافية. الله يحييك، أهلا وسهلا. الله يكتب أجركم على الجمع الطيب. وعلى آمين الجميع، وعليكم أنتم اللي ما شاء الله نور المدينة زي ما يسموه. حبيبي الله يسلمك، الله يكرمكم إن شاء الله. يكتب أجركم. إيش رأيك في البادرة؟ والله هي حلوة، تجمع الأخوان، تجمع برضو المقيمين الحبايب اللي عندنا هنا، وتجمع الجيران، تألف بين القلوب وتعرف الجيران على بعض، أهم شيء. الحمد لله، الله يعطيكم، الله يجعلها دائما ان شاء الله بوجودكم وبوجود الجميع يا رب. الحمد لله، يعني تميزت المدينه في السنوات الاخيره بهذا الفطور. المدينه دائما مميزه لله الحمد بكل شيء، مو بالفطور هذا، بكل شيء. يعني تصور اعمال الخير فيها من يوم، كل يوم عندنا فطور في حي من الحمد لله. الحمد لله، الله يجمعهم على خير. المدينه دائما بتجمع الحبايب وتجمع الاخوان، حتى لو بعد برضهم يعني مع بعض. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.